فكره ان مصر احنا عارفين انها من زمان جدا طبيعه شعبها في السواحل وفي الفلاحين وفي الصعايده وفي غيرها هل المصريين القدماء في احتفالهم بشم النسيم كان بيختلف من مكان للتاني ولا الطبيعه الزراعيه كانت بتسيطر على كل مختلف لا والله لو حضرتك بصيتي هو الاحتفال يعني خروج المتنزهات والحقول طبعا موجوده بس كل واحد بيمارسها وفقا للتقاليد بتاعته والثقافه بتاعته يعني ممكن تلاقي ناس في الدلتا ينزلوا في الترعة او في النهر ي يستحموا او يعوموا يقول بيتطوب بحيث ان هو يصحى مبكرا في هذا اليوم عشان يبقى نشيط طوال العام، فتلاقي مثلا في الصعيد الثقافه دي مختلفه عن الثقافه بتاعت الدلتا، لكن فكره الاحتفاء بالطبيعه والخروج للمتنزهات وان احنا نشم يعني الازهار و ونشوف النسيم بتاع هذا اليوم، النسيم العليل زي ما بيقولوا في الصباح الباكر و والاحتفاء ان احنا نطلع على صفحه النهر النيل، وناس تركب المراكب، وناس تروح للحدائق، فده في حد ذاته يعتبر شيء فريد جدا جداً وخاص بالحضاره المصريه لكن طبعا النيل بالنسبه لنا هو اللي وحد مصر شمالا وجنوبا وهو اللي وحد مصر سياسيا وحضاريا يعني نبص نلاقي مثلا قبل توحيد مصر عن طريق الملك مينا بنبص نلاقي في الاله حورس ده كان موجود حاجة بيسموها فولورز في حورس اللي هم اتباع الاله حورس قاموا بتوحيد مصر دينيا الاول ثم حضريا من الجنوب الى الشمال على كذا مرحله ثم تم التوحيد السياسي حضرتك ما تقدرش توحد البلاد سياسيا الا لما يكون في فكره دينيه واحده وفكره حضاريه واحده تجمع ابناء الشعب الواحد ثم ياتي التوحيد السياسي لاحقا فده اللي تم في مصر القديمه والنيل بالنسبه لنا يعني شريان حياه كذلك هو واصل بين الشمال والجنوب ووحد الثقافات فخلى مصر كلها ميه واحده فده في حد ذاته يعتبر شيء عظيم النيل طبعا بيمر بثقافات اخرى وبلاد اخرى لكن لم تنشا ثقافه وحضاره عظيمة زي الحضارة المصرية لأنها ترجع إلى الإنسان المصري يعني هيرودوت نفسه قال لك قال إن مصر هبة النيل صحيح. هذه مقولة طيبة لكنها منقوصة يعني إيه منقوصة؟ ينقص الشيء إن إحنا نضيف هبة النيل والمصريين لأن طبعاً النيل بيمر في بلاد كتيره جدا لكن لم تنشا حضاره الا في ارض مصر حضاره عظيمه مثل الحضاره المصريه بفضل الانسان المصري اللي هو الانسان البناء الصانع العظيم المثابر العاشق لهذا البلد واللي بيشتغل ودايما بينتج ويبني لان طبيعه العمران صفه اصيله في الحضاره صحيح المصريه. صحيح صحيح، طيب احنا اتكلمنا عن الشعب لكن المصريين القدماء الحكام يعني احتفالاتهم اختلفت عن, عن, عن احتفالات الشعب عن العامه كانوا بينزلوا كانوا بيحتفلوا ازاي الكهنه كانوا بيعملوا ايه برضه في تفاصيل في القصص دي اه طبعا بالنسبه لنا يعني الملك والقصر الملكي والعيله المالكه والطبقه العليا من طبقه الحكام ايضا كان بيحتفوا بالطبيعه وبنبص نلاقي عندنا يعني في مناظر عليه القوم تلاقي حضرتك البيت عاده موجود في حديقه والحديقه دي بيبقى فيها نخل وبيبقى فيها بحيره صغيره وهذه البحيره الصغيره بيبقى موجود فيها البط وبيبقى فيها الاسماك وكل اللي نقدر نقول الكائنات الموجوده في المياه العذبه الكائنات المائيه فضلا عن كل ما يحيط بها من اشجار بقى زي التين حضرتك التين عندنا الجميز ده برضو من الحاجات المشهوره جدا فالحديقه في مصر القديمه كانت من المعالم البارزه الموجودة في البيوت الخاصه وطبعا القصر الملكي عندنا حد ولا حرج فيه مثلا نبص الملكه زي الملكه تي مرات من حاطب الثالث اللي هي كانت شهيره جدا في موكب الموميوات بالشعر بتاعها الجميل اللي ما زال يعني محتفظا برونقه الى الان نلاقي هذا الملك العظيم عمل لها بحيره اسمها تحنوات يعني بهاء اتن في القصر الملكي بتاعهم في منطقه اسمها الملقطه في غرب الاقصر فحضرتك تشوف قد ايه هذه العظمه وقد ايه هذه هذا الجمال والاحتفاء وتقدير هذا الملك العظيم لهذه الملكه وهذه زوجة ام الملك اخناتون في غرب طيبه في الاقصر وكذلك قصر اخناتون ونفرتيتي اللي موجود في تل العمارنه الاسور بتاعه رمسيس الثاني في شرق الدلتا سيتي الاول كل هؤلاء الملوك العظام كانت هذه القصور بتاعتهم أشبه بتقدر تقول جنة على الأرض بكل ما بها من جمال وكل ما بها من عظمة وعادة المصر القديم كان بيحاول يعمل جزء من الجنة اللي هي بالنسبة له اللي هتبقى موجودة في العالم الآخر موجودة على الأرض كي يستمتع بها على الأرض ثم لاحقا ينتقل إلى العالم الآخر ويستمتع بالجنة الأزلية في حقول إياره اللي إحنا بنسميها حقول النعيم